ميراث الفنان الكبير أحمد زكي. طبعا بعد وفاته هيثم زكي رجع تاني لساحات المحاكم، خصوصا بعد ما رامي بركات ابن الفنانة الراحلة هالة فؤاد وأخو هيثم زكي من والدته قدم دعوة قضائية بيطالب فيها بإعادة منقولات الفنان أحمد زكي اللي سبق وسلمها رامي لوزارة الثقافة. رامي بيقول إنه هو كمان الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي باعتباره أخوه من الأم. تعالوا نعرف أكتر من الأستاذ بلال عبد الغني، سيد محامي رامي. صباح الورد محامي رامي بركات، شقيق الفنان الراحل. بعد وفاة والدته الست هيثم بقى اللي هي ام احمد بالظبط اللي انا موكل عنه الاستاذ رامي، وتوفى ما توفى هيثم الله يرحمه، اصبح رامي هو الوريث الوحيد اكيد طبعا اخ 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 من ام الام اللي هي الفنانه المرحومه هاله فؤاد بالظبط. فبناء عليه يعني بدات، وبعدين عملنا مداخله مع وزاره الثقافه هيحتفظ بيها عن شقيقه هيثم وبعض المرحوم الفنان احمد زكي وكده. جت موضوع، حصل موضوع بتاع، قدمت بطلب لوزاره الثقافه بتسليمها على سبيل الامانه لحين عوده رامي بركات من الخارج، لان دي حاجته طبقا للشريعه. فهو دلوقتي رجع فعشان كده عايز يستردها تاني. هو لا بعد ما سلمها فضلت بقى 3 سنين حضرتك من تاريخ تسليمه في وزاره الثقافه محطوطه في صناديق، وفي فيديو عندي بالكلام ده كله، سلمناه فيديو بمحاضر تسليم موقعه من لجان صادره بقرار وزير. شكرا لحضرتك جدا.